بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. النهاردة إن شاء الله معدنا مع التطبيق العملي لنموذج انجولفينج باترن. كنا قبل كده اتكلمنا عن شكل هذا النموذج وخصائصه في فيديو سابق يفضل الرجوع إليه، والنهاردة بإذن الله هنشوف مع بعض كيف يستخدم هذا النموذج في التداول. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا. عندي تطبيق لنموذج انجولفينج باترن، الأول بوليش انجولفينج باترن والثاني بيرش انجولفينج باترن. أولا النموذج الابتلاعي الشرائي بوليش انجولفينج باترن أو الشمعة الابتلاعية الشرائية. هذا النموذج عبارة عن شمعتين، الأولى شمعة بيعية حمراء قصيرة رقم واحد، والثانية تليها مباشرة شمعة شرائية خضراء طويلة رقم اثنين، تبتلع الشمعة القصيرة بكاملها. وكتطبيق عملي على الشرط، عندي ترند هابط في نهاية هذا النموذج موجود أهو، شمعة قصيرة حمراء جت بعدها مباشرة شمعة طويلة خضراء، دخل المشترين بالشراء، تغير الاتجاه فأصبح صاعد. ممكن تدخل مع المشترين بالشراء بعد تكون هذا النموذج مباشرة صفقات رابحة إن شاء الله. ثانيا النموذج الابتلاعي البيعي بيرش انجولفينج باترن أو الشمعة الابتلاعية البيعية. هذا النموذج عبارة عن شمعتين، الأولى خضراء قصيرة رقم واحد والتي تليها مباشرة حمراء طويلة رقم اثنين، تبتلع الشمعة القصيرة بكاملها. وكتطبيق عملي على الشرط، عندي ترند صاعد في نهايته النموذج ده موجود أهو، زي ما احنا شايفين شمعة قصيرة خضراء تلتها شمعة طويلة حمراء، فأصبح الاتجاه هابط بعد تدخل البائعين بالبيع. ممكن حضرتك تدخل معاهم صفقات بيع ربحانة إن شاء الله. هنشوف دلوقتي أمثلة كتطبيقات عملية على الشرط. عندي هنا في المثال الأول اتجاه صاعد جاء في نهايته نموذج بيرش انجولفينج باترن، شمعة خضراء قصيرة جت بعدها شمعة حمراء طويلة، بعدها على طول تدخل البائعون بالبيع مما أدى إلى نزول السعر كما يوضح السهم الهابط. وكمان عندي منطقة مقاومة قوية تكون عندها هذا النموذج ساعدت في هبوط السعر لأسفل، عشان كده تقدر تدخل صفقات البيع وانت مطمن. وعلى نفس الشارت تكون في نهايته نموذج آخر بيرش انجولفينج، حصل اختبار لمنطقة المقاومة ونظرا لقوتها ووجود نموذج انجولفينج، عشان كده حصل هبوط قوي في الأسعار، تدخل البائعون بالبيع بعده مباشرة لعدة شمعات. المثال الثاني على الشرط، عندي نموذج بوليش انجولفينج، شمعة خضراء طويلة جت قبلها شمعة دوجي، على وجه التحديد دراجون فلاي دوجي، وكده كده شمعة الدراجون فلاي عاكسة للاتجاه الهابط، وكمان جت بعدها شمعة خضراء ابتلعتها، عشان كده اتكون النموذج الابتلاعي ده بوليش انجولفينج باترن. ومن بعده على طول صعد السعر لأعلى نتيجة تدخل المشترين اللي انت ممكن تدخل معاهم بالشراء من هذا المكان صفقة شراء أو أكثر. المثال الثالث، عندي اتجاه صاعد تكون في نهايته نموذج بيرش انجولفينج، من بعده هبط السعر نتيجة تدخل البائعون، عشان كده ممكن تدخل بعد هذا النموذج صفقة بيع أو أكثر حسب التايم فريم اللي انت شغال عليه وحسب التحليل اللي انت عامله، ممكن تدخل معاهم على طول صفقة بيع. المثال الرابع، عندي نموذج بوليش انجولفينج باترن جاء في نهاية اتجاه هابط، بعد تكون هذا النموذج
تدخل المشترون بالشراء، مما أدى إلى صعود الاتجاه لأعلى. ولكن لاحظ، على هذا الشكل تكون نموذج آخر يشبه النموذج السابق في الخاصية من حيث كونه اتجاه عاكس للاتجاه الهابط، لكنه يختلف عنه في الاسم. النموذج الأول اسمه بولش انجالفينج باترن، أما النموذج الثاني عبارة عن بولش حرامي، وفي فرق بينهم كبير. إن شاء الله هنعمل مقارنة بينهم في فيديو مستقل مستقبلا. المثال الخامس برضو عندي نموذج بولش انجالفينج، جاء في نهاية اتجاه هابط للأسعار، مما أدى إلى تدخل المشترين وعكس الاتجاه لأعلى. المثال السادس ده مثال هام جدا، لأنه عليه كذا نموذج هنشوفهم مع بعض. رقم واحد اللي عليه دايرة ده، جاء في نهاية اتجاه هابط، من بعده صعد السعر على طول. رقم اتنين كمان عندي نموذج تاني على الشرط بولش انجالفينج، من بعده على طول صعد الاتجاه لأعلى. رقم تلاتة على نفس الشرط عندي نموذج تالت عليه شكل بيضاوي، جاء في نهاية اتجاه هابط، مما أدى إلى صعود السعر نظرا لتدخل المشترين. وبعد كده جه كمان نموذج رابع رقم أربعة بولش انجالفينج، أدى إلى صعود السعر نظرا لتدخل المشترين. ثم جاء نموذج بيرش انجالفينج اللي هو رقم خمسة، أدى إلى هبوط السعر الأسفل كما هو واضح الشكل. عشان كده نموذج الشموع الابتلاعية انجالفينج باترن نموذج مهم جدا، بنلاقيه بيتكرر كتير على الشرط، من أهم النماذج اللي المتداول بيعتمد عليها نظرا لأنه يظهر كثيرا. ودلوقتي هنشوف بعض النسب المئوية لنموذج الانجالفينج باترن. رقم واحد ده نموذج مثالي بنسبة 100%، تتحقق فيه جميع الشروط بالنسبة للشمعتين، الشمعة الحمراء والشمعة الخضراء التي تسبقها، جميع الشروط متوفرة في هذا النموذج. أما الأشكال رقم 2 و 3 و 4 فنسبة تحقق هذا النموذج 85%، بينما الأشكال رقم 5 و 6 و 7 نسبة تحقق النموذج 75%، الشكل رقم 8 يحقق النموذج بنسبة 65%. وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.